مشاهدي الجزيرة الرياضية في كل مكان، مرحبا أهلا وسهلا بكم إلى هذه المباراة الهامة في إطار تصفيات كأس العالم، وهي تقام هنا في العاصمة البلغارية صوفيا بين منتخبي بلغاريا وكرواتيا، وهي قمة المجموعة الثامنة الأوروبية بين المتصدر المنتخب الكرواتي والذي يتصدر هذه المجموعة ب13 نقطة وفريق منتخب بلغاريا وهو صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة ب8 نقاط على بعد 5 نقاط من المتصدر الكرواتي. إذن بداية هذه المباراة وخطأ لمصلحة المنتخب الكرواتي الذي يعلم ما ينتظره هذا المساء هنا في صوفيا في هذه المباراة الهامة، علما بأن اللقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى في كرواتيا بنتيجة هدفين لهدفين، وكان ذلك في 9 من أكتوبر 2002. كرة طويلة من المنتخب البلغاري، ولكن الحارس توميسلاف بوتينا يأخذ هذه الكرة وتماس الآن لمصلحة المنتخب البلغاري يلعب على أرضه وأمام جماهيره. في الجولة السابقة كان منتخب بلغاريا لعب خارج أرضه في المجر أمام منتخب المجر وعاد بتعادل بنتيجة هدف لهدف، كان ذلك في 30 من مارس 2005. في نفس اليوم كان المنتخب الكرواتي يلعب على أرضه أمام مالطا وفاز ب3 أهداف للا شيء، وهذه تصويبة أولى، تصويبة أولى من المنتخب البلغاري تهتز معها المدرجات، وخطأ لمصلحة المنتخب البلغاري يعلن عنه الحكم كيم نيلسون من الدنمارك. كيم نيلسون هو حكم هذه المباراة من الدنمارك، حكم له خبرة كبيرة سنتحدث عنها في إبانها. هذا أمامكم الحارس توميسلاف بوتينا حارس نادي بروج البلجيكي، وكرة على طول عند الحارس بوتينا، بكل ثقة يأخذ هذه الكرة بوتينا. المحاولة كانت مباشرة من بيتروف، وعلى طول بوتينا يأخذ هذه الكرة برغم محاولة أحد المهاجمين لمسها في نهاية الأمر. آخر مواجهة بين الفريقين كانت إذن في 18 من أغسطس 2004. آخر مواجهة ودية في إيرلندا انتهت بالتعادل، وآخر مواجهة رسمية كذلك انتهت بالتعادل في 9 من أكتوبر 2004 في كرواتيا. اليوم الموعد في صوفيا عاصمة بلغاريا. بلغاريا هذا البلد الذي تأسس فيه الاتحاد الكروي عام 1923، والذي دخل للفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 24. محاولة إذن للمنتخب الكرواتي، و حارس المنتخب البلغاري يأخذ هذه الكرة الخطيرة. تشكيلة المنتخب الكرواتي اليوم تتكون من توميسلاف بوتينا حارس مرمى، نيكو كوفاتش، روبير كوفاتش، ستيبان توماس، جوسيب سيمينيتش، إيغور تيودور، داري خوسيرنا، ماركو بابيتش. ومحاولة بلغارية وأبناء المدرب خريستو ستيشكوف يحصلون هنا على ركنية لمصلحتهم. نيكو كراتشنار كذلك يلعب في صفوف المنتخب الكرواتي اليوم، دادو بورسو المهاجم الشهير لغلاسغو رانجرز، وإيفيكا أوليتش، هؤلاء يمثلون المنتخب الكرواتي.
من الناحية الأخرى نجد الحارس ديميتار إيفانكوف، شافدار يانكوف، روسين كيريلوف، فالونتين إيليف، إيليان ستويانوف، ونلاحظ هذا خريستوس تيشكوف أمامكم النجم السابق لفريق برشلونة والكرة البلغارية في مونديال 1994. قلت ستويانوف، رادوستين كيشيشيف، ستيلين بيتروف، بالاغوي جيورجييف، مارتين بيتروف، جورجي إيفانوف، وديميتار بيرباتوف اللاعب المتألق في الدوري الألماني. كرة طويلة، بيتروف يحاول أن يعطي هذه الكرة ولكن مقطوعة، ويعود بيتروف مرة ثانية. يعود بيتروف مرة ثانية محاولا اختطاف هذه الكرة ولكن لا ينجح. الكرة تبقى في وسط الملعب الآن، ولكن دفاع كرواتيا يتدخل يبعد هذا الخطر. نلاحظ أنه بداية المباراة فيها ما يسمى في كرة القدم وفي الرياضة عموما بمرحلة جس النبض. كرة تعود إلى بيتروف، مخالفة لمصلحة المنتخب البلغاري. ريستوس تيشكوف أمامكم، وريستوس تيشكوف يعلم قيمة هذه المباراة بالنسبة لمنتخبه، نفس الشيء بالنسبة للمدرب الكرواتي زلاتكو كرونيكار. وتعود الكرة الآن في وسط الملعب عند إيغور تيدور، إيغور تيدور إلى حارس مرماها الحارس توميسلاف بوتينا. دادو بورشو لا يأخذ هذه الكرة، وتبتعد هذه الكرة عن دادو بورشو رقم 9 في تشكيلة منتخب كرواتيا. بيتروف في وسط الملعب يحاول أن ينظم صفوف المنتخب البلغاري. وعرضية، عرضية، ولكن الحارس الممتاز ديميتار أو توميسلاف بوتينا يأخذ هذه الكرة وتذهب الآن إلى الحارس ديميتار إيفانكوف. هذا دادو بورشو أمامكم، وهذا زلاتكو كرانشيار أو كرانشكار. إيفانوف أمامكم يحاول أن يمر ولكن يسقط على أرضية الميدان. جورجي إيفانوف، وجورجي إيفانوف يلعب اليوم مباراة مهمة بالنسبة له على صعيد تثبيت نفسه في هذه التشكيلة الأساسية. كرة طويلة باتجاه دادو بورشو ولكن الدفاع يتدخل، ودادو بورشو يأخذ هذه الكرة وتعود الكرة مرة ثانية. أكثر من 9 دقائق لعب حتى الآن، والنتيجة التعادل السلبي في العاصمة البلغارية صوفيا بين زملاء بيتروف على الصورة وزملاء اللاعب دادو بورشو نجم منتخب كرواتيا في هذه المباراة الهامة في المجموعة الأوروبية 8 لحساب تصفيات كأس العالم ألمانيا 2006.
كرة إلى الدفاع البلغاري الذي يحاول. يحاول أن ينظم صفوفه وأن يعطي هذه الهجمة ما تستحق من الاتزان والتنظيم. بيتروف إلى الوراء. رقابة خاصة على بيتروف. بطبيعة الحال مارتين بيتروف، ديميتار بيرباتوف وأيضا ستيليان بيتروف. هؤلاء هم الذين يعول عليهم في المنتخب البلغاري لصنع الفارق. تماسي مصلحة منتخب كرواتيا إلى دادو بورشو، ولكن الدفاع موجود يبعد هذه الكرة إلى التماس. تماسي مصلحة منتخب كرواتيا. أكثر من 10 دقائق لعب أحبة الكرام هنا في صوفيا، ونتيجة التعادل السلبي بين منتخبين لا يريد كل واحد فيهما أن يخسر. قلت بأن كرواتيا هي في الصدارة ب 13 نقطة بعد 5 مباريات في هذه التصفيات المونديالية. من الناحية الأخرى المنتخب البلغاري له 8 نقاط، وهذا حارسه الحارس ديميتار إيفانكوف. وما يمكن أن نقوله أن هذه المباراة ينتظرها كذلك منتخب ثالث هو المنتخب السويدي، وهو في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وهو يلعب اليوم في نفس هذا التوقيت تقريبا مع منتخب مالطا. مباراة تبدو سهلة للمنتخب السويدي في غوتنبرغ، بينما الكرة هنا يفتكها دادو بورشو. دادو بورشو يفتك هذه الكرة. دادو بورشو إلى الوراء، طويلة من المنتخب الكرواتي مشتتة بأي طريقة بدون تركيز، تذهب ستويانوف يأخذ هذه الكرة. الكرة تبقى في الوسط للمنتخب البلغاري. وكرة من بيتروف، وتدخل الحارس توميسلاف بوتينا يضع الكرة في الركنية. هذه هي الكرة الأخيرة التي لمست المدافع وتذهب إلى الركنية بعد تدخل الحارس بوتينا. كرة من بيتروف، هناك مارتين بيتروف وستيليان بيتروف. إلى الحارس توميسلاف من الحارس توميسلاف بوتينا كنا هناك إلى الحارس ديميتار إيفانكوف. كرة طويلة ولمسة ممتازة، ولكن هناك تسلل. تسلل لمصلحة المنتخب الكرواتي. توميسلاف بوتينا يبعد هذه الكرة إلى الأمام. دادو بورشو. أوليتش هو الذي كان مع دادو بورشو في هذه الكرة الأخيرة. كرة في وسط الملعب، دائما المنتخب البلغاري يحاول أن يجد الحلول وأن يجد الثغرة إلى مرمى المنتخب الكرواتي. هذه المباراة تقام أمام جماهير غفيرة هنا في العاصمة البلغارية صوفيا. أذكر بأن المنتخب البلغاري حاليا هو صاحب المركز 43 في ترتيب وتصنيف الفيفا الشهري الأخير،
بينما المنتخب الكرواتي هو في المركز 21 من تصنيف الفيفا الأخير. كرة دائما للمنتخب البلغاري يحاول جورجييف، الآن له الكرة، جورجييف يرفع هذه الكرة ولكن تبقى الكرة، مارتين بيتروف يرفع هذه الكرة ولكن كرة مارتين بيتروف يقطعها هذا الدفاع الكرواتي الملتف حول حارسه. من دادو بورشو الآن إلى زملائه إلى الوراء إيغور تودور، طويلة هذه الكرة تبحث عن المهاجم إيفيكا أوليتش، هذا إيفيكا أوليتش هو الذي يرتكب هذا الخطأ الأخير. إيفيكا أوليتش هو لاعب يلعب في فريق سياسكا موسكو الروسي، وتدخل غير شرعي من إيفيكا أوليتش، بينما اللاعب الذي سقط على الأرض هو ستويانوفش أو ستويانوف، نعم. واريستو ستايشكوف يتابع هذه المباراة بقلق كبير وانتظار لهذا الهدف الذي قد يحرر لاعب المنتخب البلغاري بعد أكثر من 16 دقيقة لعب. كيشيشيف هو الذي أعطى هذه الكرة للمنافس للمنتخب الكرواتي، وكوشيشيف يتدخل ويحصل هنا على الكرة. تبقى الكرة للاعب ستيليان بيتروف، وكوشيشيف خطأ ضد كوشيشيف. كرة طويلة باتجاه دادو بورشو ولكن المدافع فالنتين إيلياف يأخذ هذه الكرة، تعود الكرة إلى الوراء. إيفيكا أوليتش تحصل على إنذار منذ حين أثر التدخل الأخير والاحتجاج على قرار الحكم منذ تقريبا دقيقتين، والكرة للمنتخب الكرواتي الذي يتعامل جيدا مع المباراة. وأوليتش وعلى الهدف الأول، الهدف الأول للمنتخب الكرواتي. الهدف الأول للمنتخب الكرواتي كما نشاهد أثر عملية منظمة وتوغل و بابيتش هو الذي يسجل هذا الهدف. اللاعب بابيتش، ماركو بابيتش لاعب باير ليفركوزن، هو الذي يسجل هذا الهدف الأول في هذه المباراة في الدقيقة 19 من المباراة. يلعب في فريق باير ليفركوزن وهذا هو هدفه 22 هذا اللاعب مع منتخب كرواتيا هو الذي يسجل. نلاحظ الفتحة في الدفاع، إذن بابيتش هو الذي يسجل. هدف جميل كما نلاحظ، عملية هجومية ملعوبة كما يجب، وهذا ما يصعب المسألة بالنسبة للمنتخب البلغاري. وخطأ لمصلحة المنتخب البلغاري أو ضد المنتخب البلغاري،
وهناك انذار للاعب المنتخب البلغاري. ستويانوف هو الذي يحصل على هذا الانذار، إيليان ستويانوف. النتيجة هدف للا شيء أحبتي الكرام، تغيرت النتيجة منذ الدقيقة 19 بفضل اللاعب ماركو بابيتش لاعب باير ليفركوزن، وكرة تبقى للمنتخب الكرواتي ولكن طويلة عند الحارس ديميتار إيفانكوف. هذا ديميتار إيفانكوف، بينما ستويانوف إيليان ستويانوف هو الذي تحصل على الإنذار الأخير ويخسر الكرة، يخسر الكرة المنتخب البلغاري. رادوستين كيكيشيف أو كيشيشيف هو الذي خسر الكرة، وهذه كرة طويلة الآن من التماس باتجاه دادو بورشو. دادو بورشو، دادو بورشو، وهناك خطأ أو ضد إيفيكا أوليتش. إيفيكا أوليتش أمامنا. لابد للمنتخب البلغاري أن يتقدم وأن يجد الحلول في الهجوم إذا ما أراد أن يخرج من هذا المأزق ومن هذه المباراة بنتيجة إيجابية تدعم حظوظه في هذه المجموعة الثامنة. وأريستو ستيشكوف لا شك أنه يتمنى لو كان هو وبقية أبناء جيله قادرين على العودة إلى الملاعب وإعادة أمجاد الكرة البلغارية التي تراجعت. الكرة البلغارية لم نسمع لها صوتا ولم نسمع لها نتيجة إيجابية منذ عام 94 تقريبا، بينما ماركو بابيتش هو صاحب الهدف، يلعب كما قلت في فريق باير ليفركوزن، وهذا اللاعب يلعب اليوم مباراته الدولية الودية رقم 22. وما يمكن أن نقوله عن ماركو بابيتش هو أنه يلعب اليوم هذه المباراة رقم 22 مع منتخب كرواتيا، ولكن أيضا أنه يسجل ها هنا أول هدف له بألوان منتخب كرواتيا، ذلك أمر مؤكد. وأول هدف لماركو بابيتش لاعب الباير ليفركوزن الفريق المعروف في الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا. حكم المباراة أذكر بأنه الدنماركي نيلسن. كيم نيلسن الدنماركي هو الذي يحكم هذه المباراة، كان قد أدار نهائي الشامبيونز ليج الأوروبي عام 2004، في رصيده كذلك إنجازات عديدة سنتحدث عنها في إبانها. بينما تذهب الكرة الآن للمنتخب البلغاري. بارباتوف كمامنا، بارباتوف أمامنا يعيد الكرة إلى الوراء. بارباتوف أيضا يلعب في ألمانيا، وتذهب الكرة إلى بيتروف، وطويلة إلى حارس المرمى توميسلاف بوتينا. توميسلاف بوتينا يأخذ هذه الكرة. إذن أمامنا جورجي إيفانوف، وطويلة هذه الكرة، وكيريلوف يبعد هذا الخطر مرة أولى ومرة ثانية. الآن اللاعب فالنتين إلياف، والكرة تبقى للمنتخب البلغاري بعد هذا الضغط من المهاجم مارتين بيتروف على دفاع المنتخب الكرواتي. مرة أخرى إلى التماس، تماس لمصلحة المنتخب البلغاري. رادوستين كيشيشيف يلعب هذه الكرة طويلة ولكن الدفاع موجود، وأوليتش لا يأخذ هذه الكرة، وتذهب الآن هذه الكرة إلى الجهة الأخرى. انطلاقة هجومية الآن للمنتخب البلغاري، انطلاقة هجومية للمنتخب البلغاري، وكرة تعود إلى لاعب الوسط ستيليان بيتروف. ستيليان بيتروف يحافظ على هذه الكرة، ستيليان بيتروف إلى وسط الملعب الآن إلى اللاعب إيليان ستويانوف. بيرباتوف إلى ستويانوف، ستويانوف إلى بيتروف،
وكرة مرفوعة، ولكن إيغور تيدور بقامته العالية يبعد هذا الخطر بكل سهولة. تعود مرة أخرى الكرة عند إيليان ستويانوف أمامكم. ستويانوف إلى ستيليان بيتروف كابتن الفريق. ستيليان بيتروف، بيتروف يرفع هذه الكرة ويغير وجهة هذه الكرة إلى الجهة اليمنى بحثا عن التنويع المفقود حتى الآن في المنتخب البلغاري. كرة إلى اللاعب مارتين بيتروف، ولكن الكرة تبتعد وتذهب إلى دادو بورشو. ينطلق دادو بورشو، دادو بورشو لاعب غلاسكو رانجرز إلى هناك، إلى وأمامنا اللاعب كيريلوف هو الذي يخرج هذه الكرة، وبالتالي تبقى الكرة الآن للمنتخب الكرواتي. دادو بورشو يحاول، دادو بورشو أو أوريتش، محاولة وتدخل من اللاعب سيمينيتش. التحكيم اليوم هو من الدنمارك، ونلاحظ هذه الكرة الأخيرة. بارباتوف إلى الوراء، كرة لمارتين بيتروف. مارتين بيتروف إلى الجهة الأخرى، تذهب الآن إلى اللاعب ستيليان بيتروف. كيشيشيف، ولكن كرة كيشيشيف مقطوعة، مقطوعة كرة كيشيشيف. ستويانوف في الوسط، جورجييف الآن، جورجييف يرفع هذه الكرة ولكن الكرة مقطوعة من جورجييف. بالاغوي جورجييف هو الذي أخذ هذه الكرة، وبيرباتوف الآن، بيرباتوف وخطأ لمصلحة بيرباتوف، خطأ لمصلحة بيرباتوف. هذا بيرباتوف أمامكم، الورقة الرابعة في الدوري الألماني، ولكن إذا كان بيرباتوف متألقا في الدوري الألماني فلا بد في نظر هذه الجماهير البلغارية أن يكون كذلك ناجحا مع المنتخب البلغاري. كرة خطيرة ولا شك للمنتخب البلغاري الآن. أحبة الكرام، أكثر من 28 دقيقة لعب، وكرة مرفوعة من اللاعب مارتين بيتروف ولكن بدون نتيجة. ستيليان بيتروف، بيتروف، بيتروف إلى هناك، جورجييف يحاول، وتصويبة من جورجييف، ولكن جورجييف برغم تنقله بين اليمين والشمال يعجز عن إحداث الخطورة أيضا على الجهة اليسرى مثلما عجز عن ذلك منذ حين على الجهة اليمنى. وتذهب الكرة الآن إلى الحارس إيفانكوف، وإيفانكوف كرته طويلة إلى التماس، تماس لمصلحة إيفانكوف. سيمينيتش في الدفاع، سيمينيتش أمامنا، طويلة من سيمينيتش،
وإلى بيتروف، بيتروف الذي عاد للتغطية. كيريلوف يعيد الكرة الآن إلى ستيليان بيتروف. وكرة عند اللاعب كيشيشيف، وتمر الآن تذهب إلى اللاعب جورجييف، وخطأ لمصلحة جورجييف. خطأ لمصلحة جورجييف، وإنذار ضد اللاعب إيغور تيدور. إنذار ضد اللاعب إيغور تيدور رقم 5 في التشكيلة الكرواتية. الأرقام جاءتنا مغايرة تماما اليوم للاعبين، ولولا معرفتنا باللاعبين، وهذا بيرباتوف وضربة رأسية، هذا بيرباتوف وضربة رأسية، لولا قلت معرفتنا ببعض اللاعبين وخاصة المشهورين منهم والذين يلعبون في الدوريات الأوروبية الهامة لكان الأمر معقدا جدا. هذا بيرباتوف أمل بلغاريا اليوم في التسجيل، هو رأس الحربة، هو المهاجم المعروف بيرباتوف المتألق في الدوري الألماني، بينما إيغور تيدور لاعب اليوفنتوس سابقا، لاعب السيينا حاليا الإيطالي، هو الذي تحصل على إنذار منذ حين. بيرباتوف يبقى إذن أمل بلغاريا، 19 هدف له مع المنتخب البلغاري. وكرة أخرى والحارس يتدخل، الحارس إيفان كوف يتدخل، الحارس إيفان كوف يمحو هدفا محققا هنا إثر كرة من دادو بورش، وأعتقد أنه بابيتش هو الذي صوب في الأخير. والحارس إيفان كوف استطاع، ديميتار إيفان كوف استطاع أن يتألق في هذه اللقطة الأخيرة. بورشو إذن كان وراء هذه العملية والتصويبة كما نلاحظ، والحارس إيفان كوف كان موجودا، ولولا هذه الارتماء وهذه اليقظة لكان الهدف الثاني، وربما إذا ما حصل الهدف الثاني لكانت ربما الكارثة بالنسبة للمنتخب البلغاري، باعتبار أنه هدف ثاني بعد 32 دقيقة سيجعل هذه الأقدام البلغارية مكبلة، وإذا تكبلت هذه الأقدام فصعب أن تحرر من جديد نظرا لأن المعنويات تكون قد نزلت. بينما بابيتش صاحب الهدف يحاول هنا وركنية لمصلحة المنتخب الكرواتي. الحارس إيفان كوف يحاول أن ينظم صفوف فريقه. وكرة مرفوعة على مستوى القائم الأول، ولكن بيتروف يبعد الخطر، تذهب إلى بيتروف الثاني وهو اللاعب مارتين بيتروف، ولكن الدفاع موجود وإيغور تيدور يضع الكرة في التماس، تماس لمصلحة المنتخب البلغاري. يلعب الكرة باراكوي جورجييف، جورجييف إلى ستيليان بيتروف، ستيليان بيتروف كرة تذهب الآن إلى إيدييف. ريستوس تايشكوف يتقدم ليسدي بتعليماته لأبنائه على حافة الملعب، ولكن حتى الآن لم نشاهد شيء الكثير من المنتخب البلغاري. وبيرباتوف والمحاولة، محاولة من بيرباتوف، ولكن الدفاع يتدخل في آخر وقت ويمنع هذه الكرة من أن تكون هدفا. كيشيشيف هو الذي غير مكانه، أصبح يلعب على الجهة اليمنى، كان يلعب على الجهة اليسرى رقم 2 الظهير الأيسر عادة، ذهب للجهة اليمنى فكان هذا الخطر. وبيرباتوف كاد أن يسجل في اللقطة الأخيرة في الدقيقة 34 من هذا الشوط الأول. نحن دائما مع مباراة بلغاريا وكرواتيا قمة المجموعة الثامنة في أوروبا في تصفيات كأس العالم 2006. النهائيات ستكون في بلاد القيصر فرانس بيكنباور ألمانيا.
ومنذ أيام قليلة شاهدتم الملعب الأولمبي ببرلين، وقد نقلنا منه مباراة نهائي كأس ألمانيا بين شالكي وبايرن ميونخ، واطلعنا ربما على بروفة أولية وبروفة مصغرة جدا لما يمكن أن يكون عليه أن تكون عليه الأجواء في ألمانيا في 2006 في الملعب الذي سيحتضن الدور النهائي لكأس العالم 2006. تذهب الكرة إلى دادو بورشو، دادو بورشو إلى الوراء ومحاولة كرة دائما للمنتخب البلغاري إلياف. بيرباتوف، وهناك خطأ ضد بيرباتوف. هناك تسلل واضح ضد بيرباتوف عند انطلاق الكرة، كان هذا اللاعب خلف جميع المدافعين. الخطأ واضح والمخالفة واضحة من ديميتار بيرباتوف. تذهب الكرة للمنتخب الكرواتي، وأوليتش إلى دادو بورشو، وركلية، ركلية لمصلحة منتخب كرواتيا الآن. هذا دادو بورشو مرة أخرى، هذا اللاعب يصنع الخطر ويهدد الدفاع البلغاري. دفاع حتى الآن لم يقدر على كبح جناح هذه الهجمات المعاكسة الكرواتية. أكثر من 36 دقيقة لعب، وركلية الآن، وإبعاد كرة من فالنتين إلياف، وبيرباتوف يعود للتغطية في الدفاع، والحارس شافدار يانكوف أو ديميتار إيفانكوف، عفوا ديميتار إيفانكوف، يأخذ هذه الكرة. هذا هو الحكم المساعد يورغان ييبسن، معه اليوم توربن يانسن كذلك كمساعد، بينما كيم ميلتون نيلسون هو الذي يدير هذه المباراة، وطاقم التحكيم كله من الدنمارك كما أشرت إلى ذلك في بداية المباراة. كرة تذهب إلى ركلة مرمى لمصلحة منتخب بلغاريا. كرة في وسط الملعب عند اللاعب يانكوف، يانكوف إلى بيتروف، مارتين بيتروف، وخطأ من دادو بورشو. تدخل غير شرعي من بورشو. تعود الكرة مرة أخرى للمنتخب البلغاري، محاولة على الجهة اليمنى للمنتخب البلغاري عن طريق جورجييف. جورجييف تعود إليه الكرة، مارتين أو بلاغوي جورجييف. تذهب الكرة الآن إلى إلياف، إلياف إلى يانكوف، يانكوف إلى اللاعب ستويانوف. يانكوف، ستيليان بيتروف، بيتروف إلى إليان ستويانوف. طويلة الآن هذه الكرة باتجاه بيرباتوف، وتسلل ضد اللاعب بيرباتوف. أكثر من 38 دقيقة لعب، النتيجة دائما للمنتخب الكرواتي هدف للا شيء. هدف سجله اللاعب بابيتش في الدقيقة 19، لاعب باير ليفركوزن ماركو بابيتش. كرة طويلة باتجاه دادو بورشو، ولكن روزن كيريلوف يأخذ هذه الكرة. تعود الكرة إلى كيشيشيف، كيشيشيف، رادوستين كيشيشيف إلى بيتروف.
جورجييف، جورجييف يحاول على الجهة اليمنى، جورجييف محاولة للتوغل ولكن يخسر الكرة، وركلة مرمى لمصلحة المنتخب الكرواتي. آخر خمس دقائق في هذا الشوط الأول من الوقت الأصلي للفترة الأولى للعب. النتيجة دائما هدف لكرواتيا الضيفة على العاصمة البلغارية صوفيا. لا شيء للمنتخب المحلي الذي لم يقدم الكثير حتى الآن. وكرة تذهب إلى دادو بورشو، وهناك تسلل ضد اللاعب بيرباتوف مرة أخرى. كثرت تسللات بيرباتوف في هذا الشوط الأول. هذا ديميتار بيرباتوف. وبيرباتوف سحب 19 هدف مع منتخب بلده بلغاريا حتى الآن، يبدو في غير يومه، بينما ريستو ستايشكوف يبدو محتار ومهموم أمام هذا الأداء المتواضع الذي قدمه منتخبه حتى الآن. وكرة الآن تماس سيعيد الكرة إلى اللاعب المدافع رادوستين كيشيشيف الذي تحول ليصبح على الجهة اليمنى مرة واحدة، فكانت الفرصة الوحيدة للمنتخب البلغاري. وديميتار بيرباتوف صوب ولكن التصويب كان جانبيا. انذار ضد لاعب منتخب كرواتيا إيفانوف. إيفانوف هو الذي جعل هذا المدافع يرتكب الخطأ، بينما بيرباتوف له انذار في هذه المباراة حتى الآن، وهو الانذار الثاني للاعب من المنتخب البلغاري. وكرة من ستيليان بيتروف إلى الجهة اليمنى مرفوعة الآن عرضية، ولكن الدفاع موجود. إيغور تيدور يبعد الخطر، تعود الكرة إلى مارتين بيتروف. مارتين بيتروف إلى ستيليان بيتروف، ستيليان بيتروف إلى يانكوف، يانكوف إلى اللاعب شيشييف إلى قلب الدفاع اللاعب إليان ستويانوف، ستويانوف إلى كيريلوف. هذا روبر كوفاتش، روبر كوفاتش له انذار وهو الانذار الثالث في هذه المباراة. وهذه بيرباتوف، هذه هي الفرصة الأخطر، وبيرباتوف كرته تمر فوق العارضة. بيرباتوف وكرته تمر فوق العارضة بعد انذار اللاعب كوفاتش بنحو دقيقة. هذه الكرة الجميلة من الظهير الأيسر، الظهير كيشيشيف، وكيشييف أو كيشيشيف هو الذي يكون مرة أخرى وراء كرة خطيرة لبيرباتوف، بينما ريستو ستايشكوف كما نشاهد حتى الآن يتابع المباراة بقلق واضح، قسمات وجهه تدل على ذلك. نجم برشلونة السابق واللاعب المشاغب مع برشلونة ومع المنتخب البلغاري أيام زمان كان ستايشكوف لاعبا خطيرا في الهجوم، يحتل الجهة اليمنى وله ديناميكية وحركية كبيرة جدا مع روماريو، مع غوارديولا وغيرهم في كتيبة نجوم المدرب الهولندي يوهان كرويف. وستايشكوف كذلك في المنتخب البلغاري قدم مونديالا رائعا في 94 في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما أحد أهدافه يبقى من الأهداف الرائعة من وسط الميدان بتصويبة قوية. وكرات قصيرة الآن ونقلات سريعة إلى بيرباتوف ومحاولة، ولكن إيغور تيدور يبعد الخطر، إيغور تيدور يبعد الخطر. وكوفاتش كذلك يراقب بيرباتوف. آخر لحظات الشوط الأول والمنتخب البلغاري أفضل نوعا ما في الدقائق الأخيرة بتحرك اللاعب كيشيشيف وكذلك بيرباتوف. وكرة الآن عند اللاعب ستيليان بيتروف، ستيليان بيتروف إلى يانكوف، ويانكوف تصويبة عالية فوق العارضة من يانكوف.
شافدار يانكوف لاعب الوسط وتصويب فوق العارضة ببضعة سنتيمترات. المنتخب البلغاري أفضل نوعا ما، وهذا يدل على أن المنتخب البلغاري قد يعود في الشوط الثاني بروح معنوية أخرى وبروح أفضل للشوط الثاني. إذن نهاية الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الكرواتي على منتخب بلغاريا على أرضه وأمام جماهيره بهدف هذا اللاعب ماركو بابيتش في الدقيقة 19. هذه هي صورة الهدف. ماركو بابيتش يتوغل وبقدمه اليسرى يغالط الحارس زلاتكو يانكوف الذي تألق فيما بعد أمام فرصتين. أحبتي الكرام، نعود إلى الأستوديو وإلى الزميل مهيب بن شويخة للحديث عن مجريات الأحداث في هذا الشوط الأول. مهيب لك الكلمة، ولو أن المستوى لم يرتقي كثيرا، ولو أن ستويشكوف حتى الآن يتحرك شوقا لهدف وليته عاد إلى الملاعب ليسجل هذا الهدف، الكلمة لك المهيب بن شويخة. للزميل مهيب بن شويخة الذي حلل لنا الشوط الأول وأهم الفرص في هذا الشوط الأول وأعاد إلى الأذهان هذا الشوط الأول الذي نريد نسيانه بكل صراحة، نظرا لأنه متواضع المستوى ولم نشهد فيه إلا هدفا وحيدا. نريد أهدافا أخرى، نريد متعة كروية، ونريد أن نرى ماذا قال ستويشكوف للاعبيه في غرفة الملابس حتى تتغير حال البلغاريين في هذا الشوط الثاني بعد أن تقدم منتخب كرواتيا صاحب الصدارة في هذه المجموعة بهدف اللاعب ماركو بابي لاعب باير ليفركوزن الألماني في الدقيقة 19 إثر عمل جميل جدا من اللاعب دادو بورشو. هذا هو العلم البلغاري على مدرجات استاد صوفيا، ولكن حتى الآن الألوان البلغارية ليست متوهجة، ليست متألقة، ليست في تمام جاهزيتها وفي تمام عنفوانها اليوم، لأن ما يقدمه اللاعبون متواضع جدا. وهذا هو الحكم الدنماركي كيم نيلسون يعطي إشارة البداية للخمسة وأربعين دقيقة الأخيرة من هذا الشوط الثاني. إذن أحبتي الكرام على الجزيرة الرياضية، مرحبا بكم من جديد إلى هذه المباراة، مرحبا بكم إلى 45 دقيقة ينتظر أن تكون 45 دقيقة ساخنة. وهذا بيتروف، وبيتروف كرة عرضية ولكن سهلة للحارس توميسلاف بوتينا. حين نتحدث عن الهجوم في هذه المجموعة لابد أن نقول بأن أفضل هجوم هو هجوم المنتخب السويدي، وهجوم المنتخب السويدي سجل في هذه المجموعة 17 هدف، بينما سجل منتخب كرواتيا بهدف اليوم 14 هدف، ولم يسجل منتخب بلغاريا في خمس مباريات إلا 10 أهداف. أما الهجوم الأضعف فهو هجوم منتخب مالطا، ولم يسجل في خمس مباريات إلا هدفا واحدا، بينما دادو بورشو يشق طريقه والأقدام البلغارية تتجمع لإيقاف هذا اللاعب، لاعب رانجو غلاسكو رانجرز المتقدم منذ حين. وهناك لاعبين على أرضية الميدان، مدافع من بلغاريا ومهاجم منتخب كرواتيا وهو المهاجم دادو بورشو. إذن قلت بأن منتخب مالطا هو الأخير في هذه المجموعة برصيد نقطة يتيمة وله هدف يتيم، بينما قبل في شباكه 16 هدف في خمس مباريات كاملة. ولو مر دادو بورشو لكانت المباراة قد شهدت منعرجا آخر بهدف ثان لمنتخب كرواتيا. إذن المصابان أحدهما يخرج لتلقي الإسعافات. يعني حتى تلاحظون اسم اللاعب بالبلغارية، وكان الله في عوننا. تعود الكرة في وسط الملعب للمنتخب البلغاري بيتروف، وخطأ لمصلحة بيتروف، خطأ لمصلحة بيتروف لم يعلن عنه الحكم الدنماركي.
كيم نيلسون أمامكم. هذا ستيليان بيتروف وتدخل إيغور تيدور، تدخل غير شرعي لكن حكم المباراة كان له رأي آخر. كيريلوف يحاول، أوريتش هو الذي لمس هذه الكرة الأخيرة وأخرجها للتماس، وخطأ الآن لمصلحة المنتخب البلغاري. هذا بوجينوف الذي دخل منذ حين، رقم 10 في منتخب بلغاريا بوجينوف. وبوجينوف يحاول ولكن بدون نتيجة. فاليري بوجينوف أول تبديل لمنتخب بلغاريا حسب رؤية المدرب ستويشكوف. تذهب الكرة إلى ستيليان بيتروف، يلعب في الدوري الإيطالي بوجينوف، بينما جورجي إيفانوف هو الذي خرج. إذن فاليري بوجينوف مكان اللاعب رقم 15 وهو اللاعب جورجيف. كيريلوف أو جورجيف لازال يلعب، لازال يلعب. خطأ لجورجيف أمامنا، بلاغوي جورجيف. وسينفذ هذا الخطأ اللاعب مارتين بيتروف. مارتين بيتروف يرفع هذه الكرة وتمر أمام بيرباتوف، تمر أمام بيرباتوف الذي كاد يسجل، كاد يسجل بيرباتوف، تمر أمامه، كاد يسجل هدفا بيرباتوف. بدأت الضغوطات على مرمى الحارس توميسلاف بوتينا تظهر في الأفق من منتخب بلغاريا الذي يرمي بكل ورقاته في المعركة. وكرة من مارتين بيتروف تمر على بعد سنتيمترات من رأسية اللاعب بيرباتوف. هذا أمامكم روزين كيريلوف إلى اللاعب ستويانوف. كيريلوف مرة ثانية ولكن هناك خطأ للاعب جورجيف، وحكم المباراة كيم نيلسون يأمر بأن يقع تنفيذ الخطأ من مكانه. هذا جورجيف أمامنا، ريستو ستويشكوف أمامكم. وريستو ستويشكوف قضى في المنتخب البلغاري ما لا يقل عن 12 سنة و 245 يوما. وريستو ستويشكوف دخل منتخب بلغاريا في 7 أكتوبر عام 86 هنا في هذا الملعب أمام منتخب ألمانيا، ويومها انتهت المباراة بفوز المنتخب البلغاري بهدفين للا شيء، وأنهى ستويشكوف مشواره في هذا الملعب كذلك في سنة 99 يوم تعادل المنتخب البلغاري مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2000، لعب 83 مباراة وسجل 37 هدفا ريستو ستويشكوف مدرب المنتخب البلغاري.
كرة طويلة من الحارس توميسلاف بوتينا. توميسلاف بوتينا وحوار على الكرة بين اللاعب جورجييف وزميله. ومرة ثانية بوتينا يبعد الخطر. يشتت الكرة بطريقة متسرعة. بينما أعتقد أن هذا اللاعب هو لازاروف، هو الذي يقوم بالحركات الإحمائية. كرة إلى بابيتش، بابيتش إلى دادو بورشو أو إلى أوليتش، إلى إيفيكا أوليتش. يخسر إيفيكا أوليتش الكرة لكن تعود إلى ماركو بابيتش. ماركو بابيتش إلى أوليتش، أوليتش يحاول ويكسب ركلية، يكسب ركلية أمام المدافع إيليان ستويانوف، يكسب ركلية أمام إيليان ستويانوف. والذي سيخرج هو اللاعب رادوستين كيشيشيف. يخرج، يدخل مكانه زميله رقم 11 مهاجم بمدافع، بينما هذا بوجينوف الذي دخل منذ حين مع بداية الشوط الثاني، التبديل الثاني في صفوف المنتخب البلغاري حتى الآن. وكرة إلى دادو بورشو، دادو بورشو، دادو بورشو يحافظ على هذه الكرة ويكسب فريقه بعض الثواني المهمة على مستوى استعادة القوى. وكرة من كيريلوف مقطوعة، ثم إلى ستيليان بيتروف، ستيليان بيتروف وكرة مقطوعة كذلك. وهذا كيشيشيف يخرج، ولازاروف، نعم، وفرصة، فرصة وتصويبة فوق العارضة. كما نلاحظ دادو بورشو هو وراء كل هذه العمليات، وتصويبة أخيرة. تذهب الكرة للمنتخب الكرواتي الآن، المنتخب الكرواتي الذي يتحكم في أموره كما يجب. واللاعب الذي دخل منذ حين هو لازارو. زدرافكو لازارو من مواليد 20 فبراير عام 76. كرة دائما للمنتخب الكرواتي، والهجمة المعاكسة وتدخل من ستويانوف، تدخل من ستويانوف، استطاع أن يأخذ هذه الكرة. بينما ريستو ستيشكوف كما لاحظتم حتى الآن ليس مرتاح لهذه النتيجة، هدف لا شيء، قد يفقد فريقه حظوظه الكبيرة في هذه المباراة، وبالتالي في هذه المجموعة الثامنة باتجاه مونديال 2006 في ألمانيا. حتى الآن لازلنا بانتظار الهدف الذي لم يأتي لبلغاريا، بينما قد تأتي أهداف كرواتيا إذا ما استمر السيناريو على هذا الحال. وكرة أوليتش، والهدف الثاني، الهدف الثاني، إيغور تيدور يسجل الهدف الثاني. إذن هدفين للا شيء، هدفين للا شيء. واللاعب الذي سجل هو إيغور تيدور، اللاعب لمواسم عديدة في اليوفنتوس، ويلعب الآن في سيينا الإيطالي. في الدقيقة 58 يسجل إيغور تيدور الهدف الثاني. قلت بأن المنتخب الكرواتي يلعب بواقعية أفضل،
يلعب بطريقة أفضل. وقلت بأنه المنتخب البلغاري نقطة ضعفه هو الدفاع، وهذا ما يظهر هنا. يتلاعب لاعبو كرواتيا بالمنتخب البلغاري ومدافعيه كما يجب، والمدافع الهداف مع اليوفنتوس لمواسم عديدة يسجل لا يترك الفرصة تمر. كانت فرصة سهلة، ودادو بورشو للمرة الثانية يمنح فريقه هذه الكرة الممتازة. أينك يا بيرباتوف؟ أينك يا بيرباتوف لاعب باير ليفركوزن؟ أينك يا بيرباتوف وأين أهدافك؟ ننتظر أن يرد ديميتار بيرباتوف على زميله الآخر الكرواتي ماركو بابيتش الذي يلعب كذلك لباير ليفركوزن، علّه يعطي فريقه فسحة من الأمل الجديدة في هذه المباراة. هذه المباراة التي تبدو متجهة إلى الجانب الكرواتي أكثر مما هي إلى جانب المنتخب البلغاري، وقد تكون خيبة الأمل كبرى هنا في صوفيا. قد تكون خيبة الأمل كبرى هنا في صوفيا. كرة سهلة للحارس توميسلاف بوتينا. سجل ماركو بابيتش في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وأضاف إيغور تيدور لاعب سيينا الإيطالي الهدف الثاني في الدقيقة 58. ومنتخب بلغاريا وأريستو ستايشكوف في وضع سيء جدا الآن، وبيرباتوف غابت عروضه وغابت أهدافه، وبيتروف كذلك ليس في يوم من أيام عنفوانه. والكرة الطويلة هذه تحكي كثيرا عن هذه الكرات الضائعة للمنتخب البلغاري الذي لم يقدم الشيء الكثير في هذه المباراة، في حين انتظرنا أن يلتهم لاعبو بلغاريا العشب، عشب المستطيل الأخضر إذا لزم الأمر لمحاولة فرض كلمتهم في هذا الشوط الثاني. ولكن ما يجري يؤكد بأنه المدرب الذي خلف المدرب أوتو باريتش المدرب المستقيل بعد أمم أوروبا 2004 في البرتغال، هذا المدرب الشاب زلاتكو كرانشيار، هذا المدرب ينجح نجاحا كبيرا امام الوجه البرشلوني والبلغاري المشهور ريستو ستيشكوف. هكذا هي الكرة، هكذا هي الكرة. وحتى الان منتخب بلغاريا يحاول، ولكن لا لون ولا رائحة ولا طعم ل هجماته، بينما الحملات المعاكسة خطيرة على هذا المنتخب، خطيرة جدا على هذا المنتخب. وبيرباتوف يسقط على أرضية الملعب، ولكن لا نتيجة لا تغيير. وكيم نيلسون الدنماركي هذا الذي شارك في ثلاث نهائيات لكأس أمم أوروبا يدير المباراة بصافرة حازمة وناجحة حتى الآن. وهذا بوتينا، بوتينا أذكر بأنه حارس نادي بروج البلجيكي. هناك ثلاثة حراس مرمى تمت دعوتهم لهذه المباراة، ستايكي بيليتيكوزا حارس شختار دونتسك في أوكرانيا، كذلك بوتينا حارس بروج وهو الحارس الأساسي هذا المساء، وكذلك جوزيف دودولوتشا حارس أستريا فيينا النمساوي. هؤلاء يدافعون عن عرين المنتخب الكرواتي الذي ينجح حتى الآن في مهمته كما يجب، ينجح في مهمته كما يجب في هذه المباراة. بينما المنتخب البلغاري يحاول، والدقائق تمر، يلعب ضد منافس اسمه كرواتيا، ويلعب ضد منافس اسمه الوقت، ويلعب ضد منافس آخر اسمه ضغوطات الجمهور والملعب والأرض. وهنا خطأ لبيتروف أمامنا، مارتين بيتروف، ويبدو أن هناك فرصة ضائعة. إلياف أمامنا والفرصة الضائعة.
إلياف المدافع وضربة رأسية وتصطدم بالدفاع وتخرج. إلياف المدافع يتقدم علّه ويجد حلا لم يجده المهاجمين. إلياف يتقدم ومثل ما شاهدنا بينما هناك لاعب على أرضية الملعب بالنسبة للمنتخب البلغاري هو بيرباتوف. أينك يا بيرباتوف؟ حتى فالنتين إلياف المدافع أصبح يتقدم إلى الأمام بحثا عن هذا الهدف الذي لم يأتي لأبناء كتيبة المدرب ريستو ستويشكوف. كرة طويلة وتعود من حيث أتت إلى توميسلاف بوتينا. 22 لاعبا دعاهم المدرب زلاتكو كرانياتشار لهذه المباراة، أكثرهم أهدافا بطبيعة الحال معروف، وهو دادو بورشو صاحب الثمانية أهداف حتى الآن في هذه التشكيلة الكرواتية. وكرة تبقى للمنتخب الكرواتي ولكن إلى التماس، تماس ينفذه اللاعب إليان ستويانوف. ستويانوف ومرة أخرى تعود لستويانوف. كرة طويلة وخروج ممتاز من الحارس. خروج ممتاز من الحارس البلغاري إيفانكوف، ديميتار إيفانكوف. خروج ممتاز لهذا الحارس وإلا لكان الهدف الثالث أمام دادو بورشو. أكثر من 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني أحبتي الكرام، والكرة عند بيرباتوف. بيرباتوف إلى بيتروف، مارتين بيتروف يوضع الكرة وبيرباتوف لا يستطيع أن يأخذ هذه الكرة من جديد، وحملة هجومية أخرى للكروات وتماس. تماس وتذهب الكرة إلى أوليتش ومن ستويانوف إلى حارسي الحارس ديميتار إيفانكوف. المباراة تذكر أنها في العاصمة البلغارية صوفيا، هذه العاصمة التي بها تقريبا 1.5 مليون ساكن. وكرة ممتازة ولكن الهدف يلغى، يلغى الهدف لوجود تسلل. بوجينيف هو الذي سجل، فاليري بوجينيف هو الذي سجل ولكن يلغى الهدف، يلغى الهدف نظرا لوجود تسلل. هل هو هذا التسلل ام التسلل الثاني؟ سنشاهد. عندما لعبت الكرة لم يكن اي لاعب متسلل حسب هذه الصورة، حسب هذه الصورة لم يكن اي لاعب متسلل حتى الان، ليس ثمة شيء. واعتقد انه الهدف فيه جدل كبير ويبدو الأمر صعب التدقيق في هذا الهدف، ولكن الهدف يبدو صحيحا لأنه زمن خروج الكرة لم يكن أي لاعب بلغاري متسلل. تعود الكرة إلى بيرباتوف، بيرباتوف أصبح ديميتار بيرباتوف كما نلاحظ أصبح يعود إلى الخلف بحثا على هذه الكرات التي لم تأتي في منتخب بلغاريا. خط الوسط لا يقوم بأداء مهمته جيدا، وكذلك المهاجمين الذين لا يتحركون بشكل مستمر. اللاعب في منتخب بلغاريا نلاحظ أن هناك ثقل في هذا الأداء المقدم من المنتخب البلغاري. وتذهب الكرة إلى بوجينوف. بوجينوف بوجينوف إلى بيتروف، مارتين بيتروف، مارتين بيتروف، ومحاولة ثانية ولكن الكرة مقطوعة
وتعود الآن إلى الدفاع. وإيغور تيودور في وسط الملعب إلى أوليتش الآن يخسر الكرة. وكرة تبقى للمنتخب البلغاري الآن ومحاولة ولكن إلى التماس، تماس لمصلحة المنتخب البلغاري عن طريق اللاعب بالاغوي جورجييف. جورجييف إلى ستيليان بيتروف، ستيليان بيتروف إلى ستويانوف، ستويانوف إلى زميله روسين كيريلوف، كيريلوف إلى مارتين بيتروف، مارتين بيتروف، مارتين بيتروف يبحث عن الحل يجده عن جورجييف وخرجت الكرة. خرجت الكرة من خط نهاية الملعب وركلة مرمى لمصلحة المنتخب الكرواتي. هذه هي الكرة التي خرجت بعيدة عن منالي جورجييف. كرة جميلة من بيتروف ولكن لم يتحكم فيها جورجييف في اللقطة الأخيرة. 69 دقيقة لعب وأكثر الآن، والكرة عند صاحب الهدف الأول بابيتش. ستويانوف أمامه، يأخذ هذه الكرة اللاعب إيليان ستويانوف، يبعد الكرة ويخرج هذه الكرة الآن من منطقة الدفاع، تعود عند بوجينوف، فاليري بوجينوف، فاليري بوجينوف إلى إيلييف، فالنتين إيلييف إلى جورجييف، جورجييف إلى ستيليان بيتروف، ستيليان بيتروف إلى بارباتوف، بارباتوف، بارباتوف إلى جورجييف، جورجييف دائما على الجهة اليسرى الآن، وكرة عرضية ولكن مقطوعة من الدفاع ومن إيغور تيودور، من إيغور تيودور إلى دادو بورشو. دور كبير لهذا اللاعب اليوم دادو بورشو، والعلم البلغاري على المدرجات ولكن تشجيع، يمكن أن نقول أنه تشجيع محتشم لهذا المنتخب بعد هدفين تلقاهما في الشوط الأول، هدف عن طريق ماركو بابيتش لاعب باير ليفركوزن، وفي الشوط الثاني هدف عن طريق إيغور تيودور لاعب سيينا الإيطالي واللاعب السابق كذلك لنادي اليوفنتوس، اللاعب الذي كان يحبه كثيرا المدرب مارتشيلو ليبي نظرا لأنه بإمكانه أن يلعب في الدفاع في محور الدفاع على الجهة اليمنى كذلك أو أحيانا كذلك كلاعب ارتكاز. هذا هو إيغور تيودور صاحب الهدف الثاني الذي لم يترك الفرصة تمر، وتمريرة اللاعب الممتاز دادو بورشو تمر وسجل الهدف الثاني، بينما هناك مناوشة وهناك مارتين بيتروف وأحد لاعبي كرواتيا ومناوشة بين اللاعبين. يتوقف اللعب، هذه هي المناوشة بين اللاعب نيكو كرانشكار ولاعب هاديوك سبريت ومارتين بيتروف، بينما ستويشكوف يمارس هوايته المحبذة في الاحتجاج على الحكم حتى من حافة الملعب. مرت السنين ومرت الأيام ومر ستويشكوف من الملعب إلى خارج الملعب وبيض شعره قليلا، ولكنه ستويشكوف الذي نعرف لن يتغير، ستويشكوف المشاغب ولو أنه لاعب ممتاز ولاعب فنان ولاعب كبير. ستويشكوف بكل ما قدم لكرة بلغاريا وبكل ما قدمه لمنتخب بلادي ولفريق برشلونة الذي حاز معه ألقابا عدة. إذن هذا هو ستويشكوف، كل شيء فيه لم يتغير، ولكن منتخب بلغاريا الذي كان يلعب له أيام كان لاعبا تغير فيه الشيء الكثير، وكرة بلغاريا تبدو عاجزة عن إنتاج أسماء كبرى في السنوات الأخيرة. وهذا خطأ للمنتخب البلغاري، هذا خطأ للمنتخب البلغاري، وهذا اللاعب زدرافكو لازاروف أمامنا يسقط على أرضية الملعب. وزدرافكو لازاروف يلعب في فريق غازيان تاب سبور، وغازيان تاب سبور هو نفس الفريق الذي يلعب له اللاعب الفنان والمايسترو في وسط الملعب الليبي طارق التايب، يلعب في غازيان سبور وعروض كثيرة لهذا اللاعب طارق التايب سواء من بلدان عربية كثيرة أو كذلك من تركيا أو كذلك من فرنسا. طارق التايب ربما هو اللاعب الأفضل في تاريخ ليبيا في العشرين سنة الأخيرة. والهدف مارتين بيتروف
يسجل. نعم هو مارتين بيتروف. مارتين بيتروف يسجل الهدف الأول للبلغاريين. انتظرنا ذلك كثيرا وفي النهاية مارتين بيتروف يسجل، هذا هو هدفه السادس مع منتخب بلغاريا في الدقيقة 72، يمنح فريقه أملا جديدا. والمباراة تشهد منعرجا كبيرا الآن، كرة في قدم اليسرى ونطت أمام الحارس في آخر ربما متر، اصطدمت بالأرضية أمام الحارس وكان هذا الهدف. وهي كرة صعبة جدا على حراس المرمى باعتبار أنها لمست أرضية الملعب. ومارتين بيتروف يسجل هنا هدفه السادس مع منتخب بلغاريا في 44 مباراة دولية. كرة بالقدم اليسرى والهدف الذي تهتز له مدرجات ملعب الصوفيا، الملعب الكبير هنا في العاصمة البلغارية، والحرارة تعود إلى هذا الملعب. ومارتين بيتروف يعلن العودة البلغارية في انتظار عودة أخرى تعيد إلى المباراة التعادل وتعيد إلى بلغاريا الأمل. ومارتين بيتروف هو المنقذ حتى الآن، ولكن لا بد له من مساعدين لأنه الخطاف لا يمكنه أن يصنع الربيعة بمفرده حتى ولو كان في يوم مشمس ورائع هنا في صوفيا. هذه هي الكرة، والسر في هذه الكرة أنها اصطدمت بأرضية الملعب قبل ربما 50 سنتيمترا أو 40 سنتيمترا من وصولها إلى الحارس توميسلاف بوتينا. يلا المباراة تولع وتشتعل بين بلغاريا وكرواتيا أحبتي الكرام. وهنا خطأ للاعب رقم 3 وهو روسين كيريلوف. روسين كيريلوف يكسب خطأ وكرة أخرى للمنتخب البلغاري، والخطأ واضح، الخطأ واضح، وربما يكون هناك كارت أصفر من حكم المباراة السيد كيم نيلسون من الدنمارك تحت أنظار إيغور تيدور. وكرة من بيتروف، وكاد يكون الهدف الثاني. غير معقول ما يحدث. بيتروف يهدد عرينا توميسلاف بوتينا وعرينا كرواتيا، والمباراة تشتعل هنا أحبتي الكرام. وبيتروف هو كلمة السر، هو العنوان الأول للثورة البلغارية على هذا الملعب، ملعب صوفيا. بيتروف يعود مرة أخرى وكاد يفعلها، كاد يفعلها وكاد يهدي فريقه هدف التعادل. والمسؤولين عن الكرة البلغارية يتشوقون لما ستأتي به أقدام البلغاريين. وريستو ستيشكوف ليتني ألقي نظرة عليه الآن وهو يتوهج حرارة وشوقا لهدف قد يأتي وقد لا يأتي. 75 دقيقة لعب مرت، ولا شك أن الكثير يمكن أن يقال عن هذا الشوط الثاني. والمهيب بن شويخة سيجد ما يقوله الآن بعد شوط أول متواضع حلل فيه بعض الفرص من هنا وهناك. وهذا دادو بورشو ولكن خطأ لمصلحة كرواتيا. المباراة ولعت أحبتي الكرام، هذا ما نريد، نريد الحماس، نريد التشويق. وبإمكانكم الآن متابعة مباراة نهائي كأس أمير قطر بين السد والوكرة مباشرة على قناة الجزيرة الرياضية، القناة الأولى، وذلك عبر القمر الصناعي عربسات 2D. موعد كبير للكرة القطرية في يوم تدشين استاد خليفة، هذه الرائعة الكروية الجديدة في قطر، قطر التي تعيش اليوم يوما حافلا بمناسبة نهائي كأس أمير دولة قطر بين السد والوكرة، بين السد الذي يريد العودة بقوة وبدأ في ذلك منذ أسابيع كبيرة، والوكر الذي ظهر بوجه آخر في الأشهر الأخيرة من هذا الموسم الكروي القطري. بلغاريا هدف، كرواتيا هدفين، أكثر من 77 دقيقة. أمامكم رقم 19 نيكو كرانكيار لاعب منتخب كرواتيا، والكرة الآن عند اللاعب كيريلوف. يبعد الكرة كيريلوف
بابيتش يحاول، ويمر بابيتش من اللاعب شافدار يانكوف، ولكن الكرة طالت عليه وذهبت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى ينفذها الحارس ديميتار إيفانكوف. إيفانكوف إلى جورجييف، وجورجييف منذ أصبح على الجهة اليسرى بعد التبديلات التي قام بها ريستو ستيشكوف أصبح أفضل، أداه لمصلحة الفريق أفضل. وتذهب الكرة إلى الحارس تومي سلاف بوتينا حارس نادي بروج البلجيكي. تعود الكرة في وسط الملعب الآن، في وسط الملعب. كوفاتش هو الذي حاول تمرير هذه الكرة، روبرت كوفاتش، ولكن الكرة خرجت. والآن كرة عند اللاعب يانكوف إلى جورجييف. جورجييف وتمر جانبية، تمر جانبية من جورجييف. هذا جورجييف. هذا هو جورجييف. نلاحظ هذه الكرة التي تمر بجانب مرمى الحارس بوتينا. المنتخب البلغاري أفضل. ماذا فعل ريستو ستيشكوف بين الشوطين؟ إقحام بوجينوف المهاجم الثاني شيء ممتاز، وكذلك تغيير موقع جورجييف ليحتل الجهة اليسرى مكان رادوستين كيشيشيف الظهير الأيسر، كان كذلك دوره كبيرا. ثم إقحام لازاروف اللاعب الذي يلعب في الدوري التركي، وهذا دادو بورشو، ودادو بورشو يعيد الكرة إلى الوراء. ماركو بابيتش، دادو بورشو لاعب غلاسغو رانجرز. دادو بورشو يحاول، دادو بورشو ولكن يفقد هذه الكرة. دادو بورشو اليوم يلعب مباراته رقم 21 مع منتخبه، وهدف، هدف الثالث. انتهت المباراة، انتهت المباراة، وهذا الذي يسجل هو كرانكيار. كرانكار يسجل ويفرح ويسعد زلاتكو كرانكار الآخر. كرانكار على الملعب يسجل، وكرانكار المدرب خارج الملعب يحتفل ويسعد لهذا الهدف. هذا كرانكار يطلب تبديلا وتعويضا الآن. كرانكار، كرانكار يسجل مراوغة ممتازة ويتقدم وينفرد ويضع الكرة حيث يجب أن يكون، يطلق هكذا رصاصة الرحمة على آخر الأمال البلغارية. ربما لا نسبق الأحداث، هناك 10 دقائق تقريبا بقيت في العمر الأصلي لهذه المباراة، وكرانكار نيكو كرانكار يسجل هنا، وكرانكار الآخر وهو زلاتكو كرانكار المدرب يحتفل بطريقته، المدرب يحتفل بطريقته، وهذا هو الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي. كرانكار لاعب هاديوك سبليت هو الذي يسجل هنا الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي. هدف جميل جدا، مجهود فردي. والمنتخب البلغاري الآن أمام 10 دقائق تبدو قصيرة جدا، قصيرة جدا لريستو ستيشكوف ولأبنائه، ولكن مارتين بيتروف سيحاول مرة أخرى عن طريق كرة ثابتة، وكأني بالبلغار لن يسجلوا إلا من الكرات الثابتة. مرة أخرى مارتين بيتروف، ولكن هذه المرة عالية، ولو كانت في الركبي لتحصلت على بعض النقاط. أكثر من 36 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وهذا مارتين بيتروف اللاعب الذي يريد أن يصنع شيئا لبلغاريا، ولكن بقية زملائه يخذلونه حتى الآن. وكرانكار صاحب الهدف الثالث يخرج مبتسما فرحا سعيدا من هذا الملعب. تبديل ثالث لمنتخب، أو تبديل ثاني لمنتخب كرواتيا. كرانكار الذي سجل الهدف الثالث بمجهود فردي ولا أروع يخرج الآن ويترك مكانه لزميل سنكتشف اسمه بعد حين.
أذكر فقط أنه بإمكانكم الآن متابعة مباراة نهائي كأس أمير قطر بين السد والوكرة مباشرة على قناة الجزيرة الرياضية الأولى، وذلك عبر القمر الصناعي عرب سات 2D. التردد أمامكم، الاستقطاب أفقي والقمر الصناعي نايل سات على التردد التالي الذي أمامكم، استقطابه عمودي ومعدل الرمز 27500. تذكير يجب أن ننوه إليه ونشير إليه في يوم عرس الكرة القطرية. وتذهب الكرة الآن إلى دادو بورشو، لكن هناك خطأ ضد دادو بورشو. أكثر من 82 دقيقة لعب، النتيجة 3 لكرواتيا الضيفة، هدف لبلغاريا الذي يلعب منتخبه على أرضية ملعبه. آخر مباراة بين الفريقين أشرت إلى ذلك، كانت متعادلة بهدفين لهدفين في كرواتيا في مباراة الذهب. وهذا ستيليان بيتروف، ستيليان بيتروف إلى مارتين بيتروف إلى جورجييف، جورجييف جورجييف يحاول جورجييف، يتقدم جورجييف، يراوغ جورجييف، يرفع الكرة جورجييف، ولكن تبتعد بعيدة عن أمال فريق سيشكوف. تعود الكرة إلى ستويانوف، ستويانوف طويلة طويلة، والدفاع الكرواتي موجود، الدفاع الكرواتي موجود. منتخب كرواتيا يتصدر هذه المجموعة، وهجماته المعاكسة خطيرة، وكرة خطيرة أخرى، كرة خطيرة أخرى وتذهب إلى دادو بورشو، ولكن طبط، ودادو بورشو سيحاول أن يكسب بعض الوقت الآن بإعادة الكرة إلى الوراء. اللاعب الذي دخل مكان زميله كرونكار هو اللاعب ليكو، ياركو ليكو، لاعب دينامو كييف في أوكرانيا، ورقم 16 هو حسب ما شفت من الفانيلا التي يحملها. وبكل صراحة صعب جدا التعليق على مباراة تكون فيها القوائم اللاعبين التي وصلتنا مختلفة تماما مهما كان المصدر. و تغييرات كبيرة في أرقام اللاعبين. هذا اللاعب لازاروف، المنتخب البلغاري عقد على نفسه المسألة بقبوله هذا الهدف الثالث، ولكن منتخب كرواتيا اليوم قدم درسا في الواقعية الكروية وفي استغلال الهجمات المعاكسة. ودفاع بلغاريا هو نقطة الضعف الكبرى في هذا الفريق، بينما ستيليان بيتروف الكابتن الذي أرهق كثيرا في هذه المباراة وتعب كثيرا بدون أي نتيجة حتى الآن، أرهق لأنه دوره الهجومي يمكن أن نقول دوره الهجومي قد تأثر لدوره الدفاعي أمام هذه الهجمات المعاكسة الكرواتية. تذهب الكرة إلى بوجينوف، يخسر الكرة بوجينوف، يحاول بوجينوف مرة ثانية، وبوجينوف إلى لازاروف، لازاروف لازاروف يرفع هذه الكرة إلى جورجييف، جورجييف ترويض ممتاز، ولكن جورجييف يحاول ويتقدم، يبحث عن ضربة جزاء غير موجودة، يبحث عن ضربة جزاء غير موجودة، وأمام مدافع ممتاز اسمه روبرت كوفاتش لاعب بايرن ميونخ الألماني. رقم 2 أمامكم هو لاعب بايرن ميونخ الألماني روبرت كوفاتش. وحاول جورجييف أن يكسب ضربة الجزاء، ولكن ليس ثمة شيء، ليس ثمة شيء في هذه اللقطة. وكيم نيلسون قراره صحيح 100%. آخر 3 دقائق، آخر 3 دقائق من هذه المباراة، يبدو أن السيناريو سيكون 3 نقاط لمنتخب كرواتيا، 3 نقاط خارج ملعبه. منتخب كرواتيا يفوز على منافس قوي آخر في هذه المجموعة خارج ملعبه. أذكر بأن المنتخب الكرواتي قد فاز في السويد في الجولة الثانية بهدف للا شيء،
واليوم يفوز على المنافس الثاني القوي له في هذه المجموعة وهو المنتخب البلغاري بثلاثة أهداف لهدف، بينما أوليتش هنا يحاول إيفيكا أوليتش لاعب فريق سياسكا موسكو الروسي يلعب اليوم مباراته 31 مع منتخب بلاده كرواتيا، ومحاولة ولكن تصويبة سهلة من اللاعب شافدور يانكوف، وسهلة للحارس توميسلاف بوتينا حارس نادو بروج البلجيكي. قلت بأن المنتخب الكرواتي يبقى له مباراة هامة أمام المنتخب السويدي في الجولة التاسعة، وستكون في كرواتيا هذه المباراة في 8 أكتوبر 2005، ويبدو بنتيجة اليوم قد قطع خطوة هامة المنتخب الكرواتي نحو مونديال ألمانيا 2006، يعزز حظوظه أكثر فأكثر هذا المنتخب الكرواتي. نذكر جميعا مشاركة المنتخب الكرواتي في فرنسا 98، نذكر جيل دافور شوكر وبروزينيسكي وكذلك اللاعب الممتاز يارني، اللاعب الممتاز روبرت يارني، بينما ستويشكوف يومه ومساؤه حزين. ودافور شوكر هو في تاريخ الكرة الكرواتية هو الأكثر أهدافا في المنتخب من عام 90 إلى 2002، سجل دافور شوكر 45 هدفا لمنتخب كرواتيا، بينما روبرت يارني الذي كنت أتحدث عنه كذلك لعب 81 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا من عام 90 إلى 2002، وقبل ذلك كان قد لعب لمنتخب يوغوسلافيا سابقا 7 مباريات وله هدف، فمجموع ما لعبه 88 مباراة دولية، ويعتبر روبرت يارني من اللاعبين الممتازين إضافة إلى لاعبين آخرين منهم بروزينيكي ودافور شوكر. هؤلاء كلهم صنعوا ربيع الكرة الكرواتية في فرنسا 98، بينما جورجييف يحاول آخر المحاولات لجورجييف، باقي من الزمن 30 ثانية فقط أو أقل الآن لنهاية الوقت الأصلي من هذه المباراة، من هذه المباراة باقي بضعة لحظات وتنتهي هذه المباراة، هذه المباراة التي لم تكن ناجحة للمنتخب البلغاري، هذه المباراة التي لم تقدم إضافة للمنتخب البلغاري بل ربما قد أصابته بخيبة أمل. ويخرج إيفيكا أوريتش لاعب سياسكا موسكو الروسي، ويدخل بلبان، يدخل اللاعب بلبان بوسكو بلبان، هذا هو اللاعب الذي دخل وهو يلعب في نفس النادي الذي يلعب له الحارس توميسلاف بوتينا وهو لاعب نادي بروج البلجيكي. كرة طويلة إلى التماس، ونلعب الآن في الوقت الإضافي لهذه المباراة أحبة الكرام على الجزيرة الرياضية. المنتخب الكرواتي يحقق نصرا جديدا، هو النصر الخامس له في هذه المجموعة الثامنة، له 5 انتصارات وتعادل وحيد أمام نفس هذا المنافس البلغاري في مباراة الذهاب بهدفين لهدفين في كرواتيا، ولكنه فعل أفضل من ذلك وهزم هذا المنتخب البلغاري اليوم على أرضية ملعبه. والمنتخب الكرواتي سيصبح في رصيده 16 نقطة وبالتالي يبقى متقدما ومنفردا بالصدارة مهما كانت نتيجة السويد مع مالطا، وحتى وأن فاز السويديين على مالطا فسيبقون في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وبالتالي الكروات ربما يخرجون سالمين ومحملين بغنيمة كبيرة هي 3 نقاط من أصعب مباراة تنتظرهم خارج ملعبهم أمام بلغاريا هنا في صوفيا، هذه العاصمة التي قلت بأنه عدد سكانها 1.5 مليون ساكن، ولكن هذا المساء ستنام حزينة لهذه النتيجة السلبية للمنتخب البلغاري، وربما قد يكون لهذه النتيجة عواقب على مستقبل ريستو ستويشكوف مع المنتخب البلغاري، وعواقب على الكرة البلغارية التي ستغيب عن المونديال مرة أخرى بعد أن خيبت الأمال
في كأس أمم أوروبا ولم تظهر بالمستوى الممتاز. كرة طويلة من الحارس ديميتار إيفانكوف المغلوب على أمره اليوم. يمكن أن نتوقع 3 دقائق وقت بدل ضائع ما دام اللقاء وصورة اللقاء التي تأتينا من صوفيا العاصمة البلغارية لم تشر إلى الوقت بدل الضائع في هذا الشوط الثاني. أحبتي الكرام، 4 ثواني وينتهي هذا اللقاء. فوز كرواتيا على بلغاريا ب3 أهداف لهدف في بلغاريا بالذات، في صوفيا بالذات، ونتيجة إيجابية جدا. وحكم المباراة كيم نيلسون يعلن عن نهاية هذه المباراة بفوز المنتخب الكرواتي على بلغاريا ب3 أهداف لهدف. أحبتي الكرام، مباشرة إذن إلى الزميل المهيب بن شويخاء الذي أتمنى أن يكون في انتظاره والسادة المشاهدين مباراة أخرى أجمل بين اليونان وتركيا، خاصة وأنها ستكون متوازنة وحماسية أكثر في ملعب أونونو في إسطنبول. ونتمنى أن تحقق الأمسية الأونونية في تركيا بعض العروض الجميلة أكثر مما شاهدنا. هذا المنتخب الكرواتي يكسب وبطريقة جيدة وبطريقة فيها الكثير من الواقعية أمام المنتخب البلغاري على أرضه. إليك الكلمة المهيب بن شويخ.